فيكم أعزائي المشاهدين من جديد. بداياتهم كانت في السناب شات، منحت عائلتهم فرصة رؤية حياتهم اليومية دون قلق، لكن تعدى هذا الحلم الأسرة إلى العالم. لكن ليشاركوا تجاربهم معنا أعزائي المشاهدين في هذه الفقرة من مشاهير السناب شات بأمريكا، عبد الله سعد العزام وعبد العزيز خالد العتيبي، وهم طلاب مبتعثون. أهلا وسهلا فيكم بداية. أهلا، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. خليني ابدا معك عبد الله. طيب، وطبعا جايت لك يا عبد العزيز كمان. وانا متحرك انا. كيف كانت يعني بداياتكم؟ يمكن في كثير ناس يتابعوكم في السناب شات يعرفون بالضبط مواقفكم، بس انا بسالكم دراساتكم، الولايه اللي انتم ساكنين فيها. نعم. اول شيء احنا يعني ندرس في امريكا في ولايه اريزونا، تخصصي طبعا هندسه صناعيه و بزنس انا سبلاي تشين مانجمنت. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب، يمكن المتابعين حقون سناب شات يعرفون يعني جزء من حياتكم. نعم. بسبب التغطية في السناب شات. والله عبد الله ما يقصر، يوريهم اليوم كامل يعني. لا، يومياتكم تصدقونها تجربة مرة حلوة يعني. حتى إحنا قلنا في المقدمة يما في طلاب كثير مبتعثين عندنا، فالأهالي يما تتواصل كل ساعة يشوفون عيالهم وش يسوون وش ياكلون وش يطبخون. يريحونهم. أنا كذا أهالي مرتاحين يعني. طب كيف بدأت التجربة في السناب شات؟ بداية يعني كأي شخص طبيعي طالع في البداية ما عنده أي متابعين قليلين مرة، واجهتني مشاكل دراسية ومالية، ويعني تقفلت الدنيا في وجهي، ما كنت أبغى أفتح الموضوع مع أهلي، كنت بحاول أحل الموضوع مع نفسي، إنه أنا معتمد على نفسي وأحل الموضوع. وغربة كمان يعني. غربة إيه نعم. فقلت الواحد لازم يعتمد على نفسه، فدقيت على الوالد، خلاص وصل الموضوع يعني طريق مسدود، دقيت على الوالد، السلام عليكم، سالفة كذا كذا كذا، قال لي حلو، حل لي إياها في ثواني. الرجل حل إياها في ثواني. أنا استغربت، قلت كيف الرجل هذا حلها في ثواني إذا أنا واجهت يعني طولت وأنا قد أحلها. فقلت بدل يعني أنا دم انحلت لي أنا الحمد لله، ليش ما أحاول أنقلها للناس بحيث إنه ما يطيحوا في نفس المشكلة أنا طحت فيها. ومن بعدها الحمد لله يعني الأرقام قاعدة تزايد أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. تصدق يا عبد العزيز، شوف الحين انا قلت لك انا جايت لك. ما حبيت. يمكن عبد الله هو رئيس الجروب اللي موجود عندكم. هم انتم كلكم كم رئيس السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا افضل. انتم كم شخص موجودين يعني؟ كم شخص مع بعض؟ عبد الله يصوركم كل يوم شلون؟ احنا 3 أشخاص في الشقة، ومجموعنا كامل يمكن 12 شخص 13 شخص، كل واحد في شقته عاد. وما شاء الله تتجمعون ويومياتكم على حسب يعني، اذا في عندنا يعني مثلا نقول غدا عشان نجتمع، بعض الاحيان ويكند، بعض الاحيان نطلع سوا. تعرف تصدق عبد الله، يمكن انت بتسوي فيهم مقالب كثيرة. ما لا تسميها مقالب كذا، تسميها مقالب كذا الحين. بخلي شكل عبد العزيز عنده شيء يقوله. هي مقالب، لا تجيبها بطريقه ثانيه. مقالب هي مو مقالب، يعني تقولين اصحي من النوم بطريقه غير اعتياديه. الناس ترى شافوا انت كيف تصحيهم من النوم، صح ولا لا؟ بطريقه غير اعتياديه. ايوه، زي مقلب اني اولع في رجلي نار، بس ما اقدر اسويها، اخاف على الولد. انا أيوة. أبو صح أمه تخاف علي يعني. دائما تدق علي إذا سوي فيني شيء. عبد الله خلي ولدي. على ذكر عبد الله خلي ولدي، عبد الله أكثر متابعينك أمهات قلت لي. صحيح. يعني الحمد لله. تفتكر إيش السر يعني الأمهات يتابع يا ولدي يطمنون عليك؟ غير إن يبغون يشوفون عيالهم. يعني الحمد لله أنا علاقتي مرة قوية بأمي، بأهلي يعني كلهم الحمد لله. آمين يا رب الجميع. فبما إني أنا قريب من أمي، هذا يعني حسسني أنا برضو صرت أفهم من الأمهات. أحس عارف إيش يبغون، أتكلم معهم وش أتكلم وش أقول وش ما أقول، وش أمزح معهم، وش اللي ينقال وش اللي ما ينقال. فهذا خلاص يعني شخصيته كويسة يعني، يعرف يتكلم، يعرف كيف يقول السالفة، ما طريقته كويسة في التعامل يعني. إنه يوصف السالفة شلون تيجي يعني. هو قاعد يمدحني الحين. إيش أي تحاول. طيب، ما واجهتكم صعوبات يعني؟ عارفين يمكن السناب شات نشوف حياتنا اليومية، أنتم شباب صغار في السن في اغتراب، حلو يوم يكون في قلب واحد، الناس تشاركون الناس همومكم يمكن بعض المرات. وعلى فكرة السناب شات بعض المرات يعني في فكرة أنه لا استهبال ولا لا، بعض المرات في فعلا رسالة وقيمة في السناب شات. هو هذا أحسن شيء في السناب شات يعني، أنت تقدر تستخدم، تقدر تستفيد منه بشيء كويس. كل شيء في الحياة تقدر تستفيد منه بشيء كويس وشيء شين. احنا قررنا ناخذ الشيء الكويس من السناب شات، بدل ما نكون الوضع استهبال دائما، ليه ما نخلي فيه موضوع اتليست فايده. فالمشاكل اللي نواجهها نعطيها الناس. في ناس مبتعثين برضو ممكن يعني قبل لا تصير المشكله يشوف المشكله وليش جتنا، فعشان ما يطيح فيها من الاساس. فخلاص يعني ما يحتاج انه
وغير كذا يعني احنا في امريكا احنا رايحين غير الدراسه، الواحد ياخذ الاشياء الكويسه من الثقافه اللي هناك، ياخذ الاشياء الكويسه ويترك الاشياء الشينه. فبدام انك تنتظر انت انك تتخرج وترجع تنقل الثقافه، ليش ما تنقلها على طول؟ تعلم شيء تنقلها على طول في سناب شات. عبد العزيز بدون زعل، عبد الله هو رئيسكم في السناب شات، ما تزعلون من بعض المرات اذا مثلا صور شيء ما ودكم يطلع ولا يتصور ولا شيء؟ خلاص تعودنا، خلاص تعودتوا خلاص، ما أنا متى بزعل يعني كم ثلاث سنوات هذه يعني. لا وإحنا قبل ترى عبد العزيز زعول، ها هو زعول إني أنا خاص أنا صرت أعرف له، أنا صرت أعرف له، هذا شيء يعني أحمد ربي عليه يعني إني خاص فهمت العيال كلهم وإيش اللي يعني ممكن يطلع وإيش اللي ما يطلع. وبرضه يعني كل ما كثرت الأرقام كل ما تكبر المسؤولية، والحمد لله يعني إلى الآن إحنا مثبتين إحنا قد المسؤولية هذه. طيب عبد العزيز وإيش رأيك بحال الابتعاث الحين؟ يعني تحس انه اسهل الشباب لما طلعوا يبتعثون كذا، الغربه كمان مع الوسائل الحديثه، كيف انتم شايفينها؟ مو بصعب الغربه ابدا صراحه، يعني هي على حسب الناس اللي حولك والله، يعني الحمد لله انا توفقت بعبد الله بالعيال اللي موجودين هناك، الحمد لله سهلوا الموضوع علينا كثير صراحه. بس ما اقول انها صعبه مره يعني، لا ابد. طبعا عبد العزيز تخصصك بزنس صح؟ صحيح. ليش اتجهت لهذا التخصص على طول؟ هذه صراحه هذا سؤال ما كان على البال، ها؟ ما كان على البال صراحه. واحد من عيال اسمه أحمد القضيب هو اللي بداها قبل صراحة، وشفته قدامي وساعدني والله ومدح لي التخصص وشيت وراه والله الحمد لله. هو المتغبي ترى ورا الكاميرا. هو جاي معانا أصلا بس خلف الكواليس. هو متغبي هناك أصلا. طيب يمكن في قاعدة جماهيرية صارت لك عبد الله، طب تشوف شباب برا يسألوكم مثلا يطلبوا نصيحتكم يكونوا موجودين في خارج مبتعثين؟ خاصة الأمهات. الأمهات إيش ممكن الأمهات يسألوكم طيب؟ عيالهم عشان لو بيبتعثون يعني شافوا كيف احنا عايشين في امريكا، كيف عبد الله يقدم لهم الحياه في امريكا، صراحه ارتاحوا لامريكا اكثر الان، في امهات كثير يعني يخلون عيالهم يطلعون امريكا من عبد الله. والله يا عبد الله والله شيء عبد الله والله يعني كيف ان الواحد يسمع ان يعني ما شاء الله عليك غيرت يعني وجهه نظرنا عن المبتعثين. طب ايش سويت انت عشان غيرت وجهه نظرك بالذات الامهات؟ ترى الامهات صعبات يعني طبعا، خايفه ولدها في قاره ثانيه. زي ما قلت لك انا يعني الحمد لله صرت اعرف لهم وش يبغون يشوفون وش يبغون يسمعون وش يبغون. طب ايش اكثر شيء يركزون عليه الامهات اذا كنت انت يعني غير اول شيء غير الجلسه اللي نجلسها مع العيال، وش الكلام اللي ينقال، وش السوالف اللي تسولفونها، وش الكلام اللي يطلع، هل في فائده لعيالهم؟ يعني مسؤوليه ترى هذه، يعني انت يعني وش شعورك اذا يعني شخص يناظرك من ام الى اب الى الاطفال؟ ادري انك قاعد تسوي شيء كويس الحمد لله، فيعني انقل يعني شو اسمه واجهت مشاكل في الدراسه انقلها على طول، رايح اذاكر اروح انا اقول اني رايح اذاكر، كم اقعد ساعه في المكتبه خلصنا. عفوا انه في يعني في سعوديين قاعد يشتغلون على نفسهم هناك مو رايحين يستهبلون يعني وارتاحوا والله. طب مره جميل. طيب عبد الله بعض المرات يعني بتكون عندك رساله معينه، هل انت مثلا والله انا بعد هذا الرساله ولا حختار هذا الموضوع مثلا اللي حتكلم فيه في السناب شات ولا تجي عفويه؟ والله العظيم دائما معروف وقتي في السياره. إيه؟ وقت السياره هذا اي انا وقتي ابعد عني عشان ما اقدر اخرب عليه انا كل ما شفته يجي يمسك الجوال يخرب عليه. اي بالضبط هذا اللي يصير دائما، فانا وقت السياره هذا اسميه وقت يعني تقدر تقول وقت الحكمه. وقت الحكمه وقت الحكمه. اي ليش؟ لاني رايح للدوام وراجع من الدوام. فحاول يعني امشي الطريق زي ما ابي. طبعا متاخر تروح طبعا. اي اروح متاخر على رايي دائما اروح متاخر. مثال سيء بس اني يعني ايام يكون لي يعني ما شاء الله تروح متاخر ولك يعني نفس انك المواضيع ايش رايك عبد العزيز تنزل على المواضيع مره واحده؟ هذا الغريب والله. بس في ايام اروح بدري. صح في ايام اروح بدري ما شفناها هذه الايام الا انا عبد الله. يكون نايم ترى انا ايام دوامي يكون صباحي ويكون مسائي فانا دوامي بدري. من متى؟ طيب انت جايين انتوا اجازه هنا وراجعين ان شاء الله يعني بعد فتره قصيره للولايات المتحده ان شاء الله. تجربه السناب شات فيها اختلاف بين امريكا وبين السعوديه؟ اختلاف ما اقدر اقول لك اذا في اختلاف يعني نفس الشيء هو نفس انت ترفع الجوال وتصور على طول لان انا ما في اي تحضير ما في اي شيء الموضوع كله عفوي بعفوي فانت ترفع الكاميرا وتصور على طول. ممكن كان افضل اني احس ان نفسيتي شوي تغيرت اني بعد ما رجعت عند امي خلاص رجعنا لامهاتنا كلنا فخلاص يعني كانك انت عبيت الطاقه من اول جديد عبينا فخلاص في انرجي في بوست يخليك تتحمس تسوي الاشياء هذه. وغير كذا يعني الوالده تنبسط يعني كل ما تشوفني يعني ايام ترجع لي ايام اشوفها في الصاله قاعده الجوال هذا شيء يسعدني يعني. طيب بعض المرات انتم تصورون فيديوهات بروفيشنال صح ولا لا؟ مدتها مره قصيره، يعني شلون انتم تسوون هذا الشيء؟ قصدك حق نيويورك؟ ايوه حق نيويورك. حق نيويورك سر المله حكي لنا اياه. والله حق نيويورك يعني شو اسمه في واحده فنانه ما شاء الله عليها جتني طلبت مني قالت انه انتم رايحين نيويورك؟ قلت نعم. قالت اوكي ابغاك تصور فيديوهات كذا وكذا وكذا وانا راح امنتجها لك. قلت اوكي.
فأنا هذا احنا شايفينه على الشاشه. اي هذا هو بالضبط. أي. اللي سويته اني انا صورت، حاولت اصور على قد ما اقدر واعطيت الفيديوهات. هي ما شاء الله عليها هي انطلقت من هنا وسويت لنا يعني اللي انتم شايفينه الفيديو اللي قدامكم الحين. اي ما شاء الله. او هذه باقي التيم اللي معاكم صح؟ أي. الباقي زملائكم اللي موجودين. طيب انا عبد العزيز بسالك مره، عبد الله صار سوى فيك شيء ما قد نسيته، موقف ما قد نسيته وزعلت من جد منها؟ أنا مشكلتي ما أعرف أزعل أنا، ولا يعني لو إني أزعل قلت لك عرفت له خلاص. إيه خلاص عرفت مفاتيحها. ويوميا دائما تصير أشياء، فصارت صار شيء يومي. يعني. صار شيء طبيعي ها. صار شيء طبيعي خلاص. كيف الكومنتات اللي تجوكم من الفانزات؟ أغلبها الحمد لله الضحك، في نقد بناء وهذا الشيء اللي إحنا نحبه. جبتني كلمة النقد بناء. تعبت عليها. أنا حافظها قبل أجي. النقد بناء هذا يعني شيء بالعكس يساعدنا ترى، خاصة إذا كان يجي من أمهات. يا جماعة ما تدري إنه يعني صدقي we have to focus. دعاوي تجي دعاوي كثير. والدعاوي يعني ها مش أحلى من الدعاوي يعني. أي والله. طبعاً أكيد. يعني هذا هو يعني. فالحمد لله يعني هذه نعمة تعتبر. تعرفون شباب بعض المرات أنا لما جلست تتكلمون في تلقائية الصداقة وقت الدراسة عمرها ما تتنسي، وأنتوا كم 13 فعلاً يعني قلب واحد. وين فلان اليوم؟ هل بعض المرات في السناب شات وين فلان يسألون وين مثلاً وين عبد العزيز وين؟ كأنكم أسرة واحدة تحسون تفاعل الناس معاكم. لا يعني اللي صدق اللي حاسس إن حتى المشاهدين إنهم زي عائلتي، إذا يوم كنت متأخر ما صورت أقوم ألقى الناس قاعدة تسأل وينك اليوم ما صورت، وينك إيش فيك وش قاعد تسوي؟ فأدري يعني في ناس مهتمة، في ناس مهتمة برضه يعني مو بس إنه يعني والله عشان أهلي ولا فلان بس قاعد يعني يونسنا، لا أدري إنه مهتمين. طب إيش السر في هذا الشيء؟ ترى التعامل مع الناس وكسب المحبة شيء مو بسهل صح ولا لا؟ تفتكرون إيش السر؟ فعلًا في ناس تقول والله تأخر اليوم عبد العزيز، تأخر اليوم عبد الله ما قام، وش فيه تأخر ما سلنا باليوم، وش السر الناس كده تتعلق في الشخصيات في سناب شات؟ عفوية عبد الله والله يعني ما شاء الله عليه ما يخبي شيء، كل شيء يقوله بعفوية ويعني يصور يومنا كامل ما يقصر على أحد. فهذا ممكن له سبب. يعني دائما نقول المحبه هي سر فتح القلوب. بسالك نعمه ترى هذه يعني طبعا اكيد سبحان الله. طيب عبد الله وعبد العزيز، ابدا فيك عبد الله، ايش هو امنيتكم اللي تتمنوها؟ امنيه؟ اي امنيه حاليا يعني غير انه الواحد يعني وده يتخرج، يعني الناس بعد ترى معي قبل ادخل الجامعه. فجأة شيء جميل اني هذه تعتبر يعني كنا انا ترى يعني نقله نوعيه معاهم، اني انا دخلت الجامعه بدايتي كانت معاهم، تخرجت وانا معاهم برضه، انا بعزيز كلنا دخلنا في نفس وقت الجامعه وهم شافونا واحنا داخلين الجامعه، وراح نتخرج معاهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عبد العزيز نفس الشيء يعني ان شاء الله نتخرج ونشرف اهلنا ونرفع روسكم ان شاء الله. اكيد يلا. اكيد اكيد طبعا احنا نتمنى لكم كل التوفيق. آمين. واكيد حنتابعكم في السناب شات ونشوف اخباركم اول باول. اكيد. وحقول للمشاهدين الوعد اللي وعدني اياه عبد الله انه حيعلمني طريقه الستيك حقه. لا هذه قلت لك اذا بعلمك مع الناس خلاص مع الناس تحدي بيني وبينك بيصير. نشوف. يعطيكم الف عافيه مشاهير السناب شات بامريكا، عبد الله سعد العزاء وعبد العزيز خالد، يعطيك العافية. الله يسعدك. أعزائي المشاهدين فاصل قصير لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته. في سيدتي بعد الفاصل. الرسم والنقش على الزجاج حرفة يدوية تتفوق فيها الفنانة لوجين باعيسى. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة.